اللي هي سلطة البرغل، ونرجع نسويها يا بعض. عندنا الوصفة الثانية سلطة البرغل، كوب برغل مطبوخ، نصف كوب جبنة فتا، نصف كوب طماطم كرزية، ربع كوب زيتون، كوب جرجير، ملعقتين زيت زيتون، وملعقة خل البلسميك. خلونا نبدأ ويا بعض نقطع الخضروات. طبعاً أنا حبيت إني أختار خضروات تلقونها في معظم السلطات، فتكون يعني مو بنكهات مخصصة حق هاي السلطة. أول شيء عندنا هنا الخيار. أنا أحب الخيار في السلطة لأنه يعطي قوام مقرمش من غير الفوائد اللي فيه، خاصة الحين في رمضان تحتاجونه وايد لأنه فيه كمية كبيرة من الماي، ويفضل إنكم تاكلوها السلطة على السحور عشان يتم الجسم في مايلين وقت الفطور. من غير المكونات اللي فيها مشبع بشكل عام، يعني الجرجير معروف إنه فيه وايد ألياف، الطماطم معروف إنه فيها أحماض صحية، فالخليط بيكون متجانس في نفس الوقت بيساعدكم إنكم ما تحسون باليوع. طبعا ما يحتاج اتكلم عن فوائد البرغل، الكل عارف انه بديل عن الخبز او الارز، في كميه قليله من الكربوهيدرات، فبشكل عام اصلا تحطونه في السلطات او في الكبه او في شو ما كان يكون بديل جيد جدا عن اي شيء فيه كربوهيدرات عاليه، من غير انه جدا صحي. حتى لو بحط في السلطه زيت الزيتون، البرغل بيمتصه وبيساعد الجسم على انه ياخذ الفوائد من الزيت الزيتون بدون ما يزيد نسبه الدهون في الجسم. طبعا الكميات انا حاطنها بشكل محدد، لكن اذا انتم حابين تسوونها اكثر، حابين تسوونها اقل، الشيء راجع لكم انتم طبعا، واكيد تقدرون تغيرون وتضيفون اشياء كثير ما تحبون في هذه السلطه. انا حبيت اني استخدم الطماطم الكرزيه بصراحه لان شكلها جدا لطيف وفوائدها بعد كثيره، لكن اذا حابين ترومون تستخدمون الطماطم العاديه. واذا حابينكم تزيدون الوان او شكل في السلطه ممكن تستخدمون حتى الطماطم الكرزيه الملونه، يعني مو بشرط تكون دائما حمراء. الحلو في السلطه هذه ان كل شيء ممكن يكون جاهز، يعني ما بتتعبون نفسكم وانتم تسوونها، اذا مستعجلين اخر دقيقه ما لحقتوا قبل الاذان عندكم حل اللي هي هاي السلطه. في ناس ما يحبون ياكلون جبنه الفتا، بصراحه انا وايد احبه في السلطات لانه بديل عن اني احط ملح، بنفس الوقت احصل الكالسيوم من الجبن. فاذا انتم عندكم بدائل ثانيه حابين تحطونها، مثلا اذا انتم نباتيين تحطون التوفو، تحطون جبن الصويا، جبن الكاجو، اي شيء انتم حابينه ممكن حتى تستغنون عنه اصلا. وفي بديل بعد وايد حلو، اذا ممكن ترمو تحطون جبنه البوراتا او تحطون جبنه الفتا الطازجه، تكون سايله شويه، شكلها يعني غير على المربعه لكن تكون وايد حلوه. بعد نحط عندنا الجرجير، طبعا انا حبيت اني اخليه بس جرجير، لكن اذا حابين تضيفون خس ملفوف ممكن بعد عادي. اخليه عندي هنا كقاعده عشان باقي الاشياء ما تختلط كلها مع بعض، وقت التقديم ما نخلطهم كلهم مع بعض. الجرجير عندنا اذا حطينا عليه الصوص او الليمون او خل البلسميك مثلا ممكن يذبل بسرعه، فاحاول اخليه مثل طبقه متساويه، وعقب احط فوقه باقي الخضروات، وقت التقديم بنصب فوق الصلصه. عندنا الطماطم الكرزية، ونحط الخيار، مثل ما قلت لكم ترومو تضيفون أي خضروات أخرى. أنا عن نفسي لو كنت بضيف شيء زيادة ممكن كنت بضيف تفاح أو فجل أو يعني أي شيء ثاني أنتم حابينه. نضيف الزيتون، أنا ضفت الزيتون الأسود لأن حسيت طعمه بيكون أقل حموضة أو أقل حدة عن الزيتون الأخضر، بما أني بحط خل البلسميك اللي هو بيكون حامض، فالزيتون الأسود شوي بيكسر الطعم من غير الفوائد اللي فيه. ولكن دائما نحرص على كميات الزيتون اللي نحن ناكلها، لأن ممكن ملعقة واحدة من الزيتون يكون فيها أكثر من 40 سعرة حرارية. نضيف جبنة الفتا، وعندنا البرغل اللي هو نجم الطبق. طبعا اذا انتم حابين تخلطونه يا زيت زيتون او حابين يعني تشكلونه على شكل كرات ممكن، انا بحطه بس كاضافه سريعه، والكميه الباقيه تضيفونها بعد التقديم. اذا ما تحبون البرغل يكون ني ممكن تطبخونه او تحمرونه ويا شويه زيت زيتون وعقب تفورونه، انا بالنسبه لي احبه مثل ما هو لانه يكون الين ويكون متشرب بالماء عقب ما نفوره، فما افضل اني احمره دائما.
عندنا خل البلسميك، انا احب استخدم الجليز، ما احب استخدم السايل. السايل لانه يعني ما يغطي الكميات اللي انا احبها، عكس اللي يكون ثقيل مثل ما تشوفون يتم ثابت على السطح. وبهالطريقه نكون خلصنا وصفتنا الثانيه اليوم اللي هي سلطه البرغل. بالعافيه عليكم.